قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بيعمل كل سنة مهرجان قسم المسرح الجامعي، والدورة الحالية للمهرجان بيتنافس فيها 12 عرض مسرحي من عدد من الجامعات وأكاديميات الفنون. مش بس كده يا بسنتي، يمكن النسخة الحالية في الوقت الحالي اللي بتنظم الدورة الحالية هتكون باسم الفنان صبري فواز، اللي هو بالمناسبة خريج قسم المسرح بآداب إسكندرية. خلونا نعرف أكتر عن المهرجان والعروض اللي هتقام في هذا المهرجان، وشكل المنافسة كمان هيكون عامل إزاي، من خلال ضيفتنا الكريمة اللي منورانا في الاستوديو، الدكتورة منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل جامعة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير على حضرتك. سعيدة ان انا معاكم النهارده. احنا سعداء. واحنا كمان. يعني في البداية عايزين نعرف ازاي المهرجان بيدعم الطلاب في اعمالهم الفنية والمسرحية. طبعا المهرجان ده المحفل السنوي اللي بيبقى فرصة للطلاب بتوعنا ان هم يبرزوا نتاج دراستهم وتعبهم طول السنة، بيجهزوا له من قبلها بفترة طويلة. طبعا عملنا دورات عديدة للمهرجان. الدورة دي يمكن المتميز فيها هي المشاركة المتنوعة من جهات مختلفة. احنا حاولنا نعمل ده في السنين اللي فاتت لكن يعني ما تمش. السنة دي الحمد لله لأول مرة بيبقى فيه 5 جهات مشاركة في المهرجان. نعم. من القاهرة ومن اسكندرية، وده اللي إن شاء الله بإذن الله هيعمل التنوع وهيعمل الاحتكاك وتبادل الخبرة بين طلابنا وبين طلاب الهيئات الأخرى. نعم. دكتور منال، بنتكلم على 12 عرض مسرحي هيكونوا موجودين في هذه الدورة اللي بتحمل اسم أو تحمل اسم الفنان صبري فواز. طبعا إيه أهم ما يميز هذه العروض تحديدا، وشكل المنافسة ونوع الإقبال فيها؟ هل من جامعات الجمهورية المختلفة ولا قاصر على عدد معين من الجامعات أيضا؟ هو المتميز زي ما قلت لك السنة دي في المهرجان إن هو دورة للأقسام والمعاهد المتخصصة. يعني إحنا بنستهدف الطلاب في أقسام المسرح في الجامعات المختلفة المصرية والمعاهد المتخصصة زي المعهد العالي للفنون المسرحية، معهد الدراما والنقد، معهد العالي للدراما والنقد، ودول بالفعل اللي مشاركين معانا في الدورة. المستهدف إن أنا باخد تبادل خبرات ما بين الهيئات المتخصصة المختلفة. أقسام المسرح في الجمهورية عندنا في عين شمس، عندنا في حلوان، عندنا في المنيا، في بني سويف، المعاهد المختلفة المتخصصة. طبعا عملنا دعوة عامة لجميع الجامعات المصرية وجميع المعاهد المتخصصة. قدرنا نتواصل الحمد لله مع كم كويس اللي قدر ان هو يعني يتحقق ويشارك معانا بالفعل 5 هيئات لغاية دلوقتي الحمد لله. يعني كان في هيئات تانية لكن يعني تعذر وجودهم، قد يكون بسبب يعني الانتاج للعروض او كذا، لان احنا ما بيبقاش عندنا دعم يعني مادي لانتاج المهرجان، بيقوم بالجهود الذاتيه. فقد يكون ده سبب من الاسباب ان الباقي ما قدروش يشاركوا. لكن هي السياسه العامه للمهرجان السنه دي باذن الله بتهتم بدعم الطاقات الشبابيه ان هم ايجاد بيئه صحيه فنيه يقدروا يعبروا بيها بحريه عن افكارهم وعن تطلعاتهم وعن التجارب الجديده في مجال المسرح. فكره ان يبقى في كمان بيئه حاضنه لهذه الافكار والتطلعات، اعتقد دي حاجه ما كانتش بتبقى متاحه لاي جيل من الاجيال السابقه. لا، هو المهرجان في الحقيقه من يعني من اول انشاء المسرح احنا اقدم قسم مسرح في جمهوريه مصر العربيه. يعني انشئ سنه 81 على يد الاستاذ دكتور لطفي عبد الوهاب مؤسس قسم المسرح وأول رئيس قسم له. عقدت دورات عديدة للمهرجان ده، كان دايما بيحاول يدعم الشباب بإيجاد فرص إن هم يعبروا عن نفسهم ويعرضوا بدون ما يضطروا يستنوا حد يجي يقول لهم تعالوا اشتغلوا، يعني لأن الشباب الموهوبين كتير والفرص صحيح. قد تكون قليلة خصوصا في مجال المسرح يعني. فلما القسم يدعم طلابه بأنه يهيئ لهم البيئة دي، بيئة صالحة للعرض، بيئة صالحة للإبداع، دي بتبقى فرصة كويسة للطلاب إن هم يلاقوا مجال للعرض بشكل كويس. طيب إحنا حضرتك كنت من شوية تكلمي على الأفكار وقد إيه المهرجان بيدعم الأفكار اللي الشباب بيقدموها، إيه المختلف السنة دي؟ إيه المختلف من الأفكار اللي هتتقدم في العروض المسرحية في المهرجان؟ إحنا حرصنا على إن يكون العروض أغلبها
خارجة عن الإطار التقليدي للمسرح. زي إيه؟ يعني الأفكار الجديدة سواء على مستوى الفكرة نفسها أو على مستوى عناصر العرض المسرحي، على طريقة الطرح، على طريقة استخدام بيئات مختلفة غير شكل المسرح التقليدي المعتاد عليه. وده برضو محاولات للتوائم مع التطور، ان الطلاب تتوائم مع عدم وجود الامكانيات الكامله ان هو ينتج عرض مسرحي كبير، فان هو ممكن يعمل عروض مسرحيه تكون يعني ما بتحتاجش انتاج كبير. ظهرت فكره المايكرو تياتر من فتره في المسرح المصري، ودي كان لها انعكاس طيب جدا جدا، لانها خلت الشباب يلاقوا فرص اكتر يعملوا عروض صغيره يقدروا يعبروا بيها عن مهاراتهم، مش محتاجين امكانيات كبيره، ممكن تعرض في الغرف، فده طبعا بيسهل للطلبه فكره الابداع بدون امكانيات كبيره. وده طبعا تدعيم لدور الثقافه ودور الفنون في طبعا تحقيق افكار التنميه طبعا المستدامه. ازاي يعني الفن وخصوصا المسرح وسيله مهمه جدا جدا للتنميه، وان احنا نجمع شبابنا في بيئه صالحه للتعبير عن الرأي وللتعبير عن الأفكار بدون أي نوع من أنواع التطرف، أي نوع من أنواع الهجوم وهكذا. الفن لا. دايما يعني وسيلة للتنوير. صحيح، وسيلة للتنوير ووسيلة للتواصل أيضا طبعا ما بين الشعوب. لكن إحنا بنتكلم على نسخة بتحمل اسم الفنان الجميل صبري فواز اللي بنصبح عليه، يعني بما أننا موجودين طبعا في صباح الخير يا مصر. لكن أكيد قسم زي قسم الآداب بجامعة المسرح، قسم المسرح آسف التابع لجامعة الإسكندرية، وزي ما حضرتك قلتي هو أقدم قسم موجود في جمهورية مصر العربية تحديدا من 81 تم تأسيسه. خرج أجيال كتير طبعا، وخرج رواد كبار في مجال المسرح. ليه اخترنا اسم الفنان صبري فواز تحديدا كي يحمل اسم هذه النسخة؟ احنا المهرجان كل سنه بيبقى له يعني بيختار شخصيه تحمل اسم المهرجان. كان عندنا دوره الفنان كرم مطاوع، كان عندنا دوره الفنان لازم يكون أرضر. خريج ال يعني لا مش لازم طبعا، يعني الفنان كرم مطاوع الفنان سعد أرضاش مش خريجين المسرح قسم المسرح، لكن هم اساتذه وكان لهم باع طويل للتدريس في القسم، يعني احنا تتلمذنا على ايديهم. عليهم رحمة الله. الدورة السابقة كانت باسم الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام. السنة دي حبينا أن احنا نختار خريج للقسم ويكون في نفس الوقت فنان موهوب ومتحقق وفجر طبعا يعني ومبدع ومتجدد كمان يعني. وحبينا أن احنا شوية نخليها مع الشباب وللشباب، لأن احنا الحمد لله في الفترة الأخيرة كان في شباب كتير خارجين القسم متحققين. يعني مصطفى ابو سريع، حسني شتا. معلش انا عاوز بس استفسار، متحقق دي بمعنى ايه؟ متحقق بمعنى انه استطاع انه يوجد لنفسه مساحه كويسه على الساحه الفنيه، انه يظهر بشكل فني جيد، يثبت ذاته بشكل عام. بالظبط، يعني واحد زي الفنان عصام عمر خريج القسم، إنسان يعني فعلا أثبت إزاي البني آدم ممكن يكون فنان ذو رؤية، عنده قدرة على تحليل الشخصية مش مجرد موهبة. ده اللي يفرق الدارس، طبعا مش بقلل خالص من موهبة غير الدارسين، لكن إزاي الدراسة الفنية في أقسام المسرح أو في أي جهة متخصصة بتثقل الموهبة، لأن يعني الفن موهبة في الأساس، لكن الدراسة بيبقى لها بعد آخر مهم. فعصام ومصطفى بسريع وحسني شتا وكل الناس دي، صبري فواز، بسام رجب، كل دول خريجين القسم. ده غير طبعا الشخصيات الهامة في المجتمع اللي برضو بتنتمي لقسم المسرح واللي كان لها باع طويل، دكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان التجريبي لغاية العام الماضي، ده أستاذ التمثيل والإخراج عندنا في القسم، ويعني من الناس اللي أثبتت نجاحات في مجالات عديدة. صحيح. عندنا شخصيات كتيرة يعني، فالحمد لله القسم يعني يمكن ولاد يعني يمكن ما بنتكلمش كتير عن نفسنا أو مش ظاهرين، لأننا فعلا مشغولين بالشغل على طول. طيب لجنة التحكيم عامة مين اللي موجود فيها؟ وبتختاروا العروض على اساس ايه؟ يعني ايه المعايير او الكرايتيريا اللي بتختاروا بيها العروض الفايزه؟
طب هقول لك حاجه، احنا لسه ما اعلناش عن لجنه التحكيم فدي مفاجاه. احنا عاوزين حاجه حصري برضو لينا يا دكتور. في صباح الخير يعني. وجود حضرتك عندنا هنا امر مش هين برضو، فناخد شويه تسريبات يعني. يعني هو تكسفي بس انت حتى. لا حبيبتي. لا هو اللي اقدر اقوله لك فعلا ان اللجنه بيبقى فيها تنوع في التخصصات، بما ان هي للمتخصصين فانا بهتم جدا بايجاد اساتذه في مجالات التمثيل والنقد والسينوغرافيا والموسيقى المختلفة، مع وجود يعني أحد الشخصيات المتميزة أو المتحققة في المجال الفني، لأن ده بيبقى طبعا داعم للشباب إن هم لما يحسوا إن القسم بتاعهم. أخد سؤال واحد. اتفضل. أنا متطفل وبرضه لازم انصر زميلتي اللي سالت السؤال، وانا حاولت. صبري فواز هيكون من ضمن لجنه التحكيم؟ لا طبعا. ازاي يعني الدوره باسمه؟ بتحمل اسمه؟ لا ما ينفعش. مش هيبقى مشارك؟ ما ينفعش. طيب يعني لا، صبري الدوره باسم صبري فواز. لكن لجنه التحكيم بتبقى من الخبراء وال بالظبط كده، اللي احنا بنحاول دايما نجمع شخصيات فيها قدر من الشفافيه. حاولنا على قد ما نقدر برضو ان احنا نبعد عن اي تحيزات علشان يبقى في تنوع، ما يبقاش اللجنه كلها من مكان واحد. دكتوره بس انت مش عاوزه تدينا اي حاجه حصري في الله. لا 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 والله يعني، بس اوعدك ان اللجنه هتبقى يعني بجد على قدر المسؤوليه، وهنقدر يعني نوائم ما بين كل العروض اللي متقدمه. والمهم جدا فيها ان احنا بنحاول فعلا نحط معايير للاختيار. يعني اختيار العرض المتميز ده بيبقى بيعتمد على معايير. إيه هي أكاديمية بقى المعايير؟ ليه؟ لأن دول متخصصين، مش مجرد شباب موهوب. يعني عندنا مثلا في مسابقة الجامعة للفنون المسرحية دي بتبقى لكل الكليات فرق المسرح، دول شباب موهوب لكنه مش دارس. فما ينفعش إن أنا أقيم الشباب اللي بيمارس نشاط لمجرد النشاط بنفس المعايير اللي بقايم بيها المتخصص الدارس، دي بتبقى أصعب. فبعمل يعني اللجنة كده بتعمل حصر العناصر العرض المسرحي من أول النص طبعا واختياره، الممثلين، الأداء التمثيلي، الرؤية الإخراجية، العناصر السينوغرافيا المختلفة وهكذا. طيب دكتور منال، احنا عارفين ان حضرتك زي ما قلنا في التعريف بحضرتك والتايتل ان حضرتك المدير التنفيذي لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة في جامعة الإسكندرية. عاوزين نعرف إزاي بتفعلي دور هذه الوحدة داخل الجامعات، لأن يمكن في وقت من الأوقات كانت دي ظاهرة من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا. الحمد لله تراجعت بنسب كبيرة جدا، لو بنعمل معدلات الرصد كده للسنوات اللي فاتت تراجعت كتير. اللي هي ظاهرة العنف. العنف ضد المرأة. ازاي شايفه يعني دلوقتي بيتكلموا عنف ضد الرجل برضه، احنا مظلومين يعني. لا هو ودي هنشوف لنا حد يتحدث عنا ويعني يتبنى هذه الظاهره. لا هو بس احنا ما قلناش العنف ضد الرجل، لان الرجل في ذاته المفروض ان هو اللي بيمنع او بيقف ضد العنف كبنيان قوي يقدر اللي هو يقمع. هي الـ الـ الحمد لله يعني وحدات مناهضه العنف ضد المراه داخل الجامعات دي احد الاذرع للمجلس القومي للمراه. صحيح. اللي متحققه في الجامعات المصريه. الحمد لله احنا الوحده في اسكندريه بقى لها 8 سنين دلوقتي منشاه. السنة دي هتكلم عن السنة دي يعني اللي أنا المدير التنفيذي لها. الحمد لله قدرت أو حاولت أن أنا أغير شوية من المفهوم التوعية. إحنا هدفنا الأساسي التوعية. صحيح. توعية الشباب في الجامعة إزاي أن المجتمع الجامعي يكون آمن. علشان الطالب والطالبة مع بعض يقدروا يحققوا نفسهم، يقدروا يعملوا، يبقى في تكافؤ فرص، يبقى في تمكين، يبقى في قدرة على النجاح بدون أي ضغوط أو ممارسات عنيفة. سواء بالنسبة للطالب أو الطالبة. الحمد لله السنة دي قدرنا أن احنا نستخدم الفن، وده يمكن عشان ده تخصصي الأساسي، في التوعية بشكل أكبر. دي أعظم رسالة تقدروا توصلوها. بالضبط. عملنا مسابقة الستاشر فن بمناسبة حملة الستاشر يوم ضد العنف. دي حملة عالمية بتعمل في شهر نوفمبر. فعملنا مسابقة وفعلا أطلقناها، اشترك فيها عدد كبير من الطلبة قبل الطالبات. فاز فيها عدد من الطلبة في كل بقى مجالات الفنون. يعني عايزة أقول لحضرتك عندي طالب في كلية الطب في رابعة طب
ألف مقطوعة موسيقية تعبر عن العنف وإزاي الفتاة بتمر بمراحل من وهي صغيرة وتكبر وتعنف وتدمر و و و في مقطوعة موسيقية وده أخذ المركز الأول. فلقينا أن الشباب فعلا محتاج بس نافذة يفرغ فيها طاقته يفرغ فيها رأيه يعبر عن رأيه على الطريق. لأن حتى هو ممكن يكون مكبوت والكبت ده هو اللي يولد عنف يعني ما يكونش هو عنيف في ذاته يعني. صحيح. فالحمد لله احنا يعني دورنا الأساسي التوعية وماشيين بخطى إن شاء الله كويسة ونقدر نحقق جزء يعني من الاستراتيجية الوطنية الله. بإذن الله. بشكرك دكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، كل الشكر ليكي وكل التوفيق للطلبة المشاركين في العروض المسرحية، وإن شاء الله يعني كلهم يفوزوا. أنا ما أعرفش إزاي بس يعني إن شاء الله يعني كلهم مجرد المشاركة هي فوز حقيقة. صحيح. مجرد إنه يعرض نفسه والجمهور يشوفه، لأننا فاتحين المهرجان للجمهور فلما يبقى في 600 متفرج بيشوفك وإنت لسه طالب وبتعرض نفسك ده اعتقد لا وحاجه حلوه كمان السلف اكسبريشن او التعبير عن النفس في سن صغير ده طبعاً. مهم جدا واكيد في شروط علشان طبعاً. يتم قبول هذه العروض فده فوز في حد ذاته طبعا احنا عملنا مشاهدات كان مشترك اكتر من 100 عرض صحيح قدرنا نستخلص منهم 12 فتخيلي دي لجنه المشاهدات بتنقي ونكون متحيزين لجامعه اسكندريه فان شاء الله برضو الست عروض الخاصه بجامعه اسكندريه تكون يعني عروض مختلفه ومتنوعه وتقدر تنافس في هذا المهرجان. لا والله انا بتمنى النجاح لكل المشاركين يا رب اللهم امين. بنشكرك دكتور منال، شكرا لوجودك معنا في النفس. شكرا.